دكتورة شيرين، الموضوع ده اللي بنتكلم فيه مهم جدا، بس فيه طبعا مفاهيم بقت منتشرة دلوقتي صح. بسبب ممكن ناس ستات عملوا حاجات يعني زيادة، أو فشكلهم كلهم بقوا شبه بعض او شكلهم اوحش او كذا، صح، فبقت الستات بتخاف لما تقولي لها ايه حقن. كلمة حقن صح. هو الموضوع ده فعلا شائك جدا، ومن اكتر الحاجات اللي بنعاني فيها علشان تثبتي الصح فيها. دايما لما بنقول حقن، فيلر او بوتوكس او حقن نضارة، على طول اللي بيرتبط بأذهاننا كلنا شكلنا هيتغير، مش هيبقى فيه تعابير، هنبقى شبه بعض، مش هيبقى فيه اي رياكشنز في وشنا، شكلنا هيبقى اوحش من الاول، شكلنا هيبقى فيك. ودي طبعا كلها حاجات الناس كلها طبعا معذوره فيها من كتر الحاجات اللي بقينا بنشوفها على السوشيال ميديا او بعض السليبرتيز او الحاجات دي كلها. دي كلها طبعا حاجات بوظت تماما مفهوم البوتوكس والفيلر الاصلي المفروض الناس تعرفه. عشان كده احنا هنفهمهم الموضوع كده بصوره بسيطه خالص، والموضوع بسيط جدا. البوتوكس والفيلر هي مواد علاجيه طبيه، مش القصد منها خالص انها تغير الشكل او تخلي ملامحنا فيك او تعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، ولكن نتيجة للاستخدام السيء ليها في الماركت عموما اتوصمت بالوصمة دي. أيوه. طيب هو ايه الفرق ما بينهم؟ البوتوكس هي مادة اسمها بوتيلينيوم توكسين، وظيفتها انها بتهدي شوية قوة العضلات. بنستفيد منها في الحتة دي في ايه؟ ان هي بتقللنا شوية قوة العضلة اللي بتسبب اصلا التجاعيد. احنا ليه بيحصل لنا تجاعيد؟ احنا عندنا تعابير حركية في وشنا، حسب بقى وظيفة كل حد وشغله ايه وهو ستايل حياته ايه، رياكشناته ايه. في ناس بتضحك كتير، في ناس بترفع حواجبها كتير، في ناس بتكشر كتير، عندها ستريس في شغلها. بناء على الرياكشن الطبيعية في جسمنا بتبتدي العضلة قوية تحفر في الجلد من جوه لحد ما تطبع على الطبقة الخارجية، فتعمل الستاتيك لاينز اللي هي الخطوط الثابتة دي. لما بتتكون بتبقى غلسة قوي، وبتبقى انها تتعالج بتاخد مجهود ووقت، وكل ما عدى عليها وقت يعني ما لحقناهاش من بدري، كل ما بتبقى انها تروح اصعب. هي بتبقى يعني كانها حفره في الجلد، حفر في الجلد، كانه نحت في الجلد من قوه العضله. طيب البوتوكس بيعمل ايه؟ بيهدي العضله شويه، بيقلل الانقباضات دي، فبالتالي بيريحها، فما بتعملش نفس القوه، فما بيظهرش علينا التجاعيد في سن بدري. مثلا دي صوره اهي، زي مثلا البنوته الجميله دي، دي سنها صغير ثلاثينات، بصي شكل الرينكلز عامله ازاي، مدياها ايجنج رهيب، ودي كانت اكتر حاجه مضايقاها طبعا. وهي قاعده الناس بتقولها هو انت مكشره، هو انت متوتره، دي اكتر حاجه بتتعب بقى. ايوه طبعا. بحاجه بسيطه جدا من البوتوكس، كميه قليله جدا، قدرنا نوصل لحاجه فيري ناتشرال، تعابير وشها عاديه جدا، بس كل الرينكلز دي اتحسنت. طيب هل دي الحاجه الوحيده اللي البوتوكس بيعملها؟ لا، كمان احنا بنستفيد منه في علاج حاجات تانية كتير، زي التعرق المفرط اللي هو الهايبر هيدروزيس، سواء في الاندر ارم، سواء في كف الايد. مشاكل كتير جدا بتعانيها الناس اللي بتعرق بزيادة، ما بتقدرش تمسك حاجة، الكلام ده كله حاجة علاج. حاجة علاجية بقى. علاجية حاجة طبعا علاجية. علاجية. او في الابتسامة اللثوية، الضحكة اللي لسه بتبقى باين منها جزء كبير، ليه دور كبير جدا، حاجة بسيطة قوي بتحل المشكلة دي تماما. صح. فهو من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتتعامل بصورة طبيعية، كميات حقن، اماكن حقن معينه، بتخليكي فيري ناتشرال، وفي نفس الوقت بتدي جمال للبشره وبتعالج التجاعيد. كل الحاجات اللي قلناها دي علاج، كلها حاجات علاجيه. هي مش قصده خالص انه يغير اي شكل. كل ما ابتدينا من سن بدري، كل ما اخرنا علامات تقدم العمر. احنا اكيد مش هنقف قدام العمر، ولكن هيفضل شكلنا ناتشرال طبيعي، تجاعيده قليله، احنا ما اتولدناش بيها، هي بتيجي بتطرق علينا من حاجات كتير، قله شرب الميه، عدم استخدام الصن سكرين، التوتر والستريس اللي في حياتنا، التلوث اللي موجود، كل الكلام ده بينعكس على بشرتنا، فبيعمل لنا الرينكلز دي. لما بنحافظ من سن بدري بعمل حاجات بسيطه بتحافظ على وشنا مدى العمر. ده بالنسبه للبوتوكس. الفيلر هو مادة الهايرونيك أسيد، هي مادة طبيعية موجودة في جسمنا، هي المسؤولة الأساسية عن الترطيب ونضارة البشرة، وكمان مرونة الجلد، وكمان بتحفز كولاجين. طبيعي جدا إن احنا بعد العشرين بيبتدي منسوب الهايرونيك أسيد والكولاجين يقلوا في جسمنا. بنعمل إيه؟ بنحاول نريستور. الفيلر هو مواد مالئة بترجع تاني النقص اللي بيحصل مع الوقت ومع العمر في جسمنا بصورة طبيعية جدا. احنا عملنا تقنيه خاصه بينا اسمها فيلر النضاره. كويس، زي البنوته الجميله دي، البنوته دي عشرينات، وشها كان مجهد، تحت عينيها تعبان، حاسه اللوك على بعضها، مش مبسوطه منها.
دي اشتغلنا معاها ببروتوكول كامل، عملنا لها سيشن اوكسجينيو، ده من اجمل الاجهزه اللي موجوده. ايوه انا جربته معاكي يا دكتوره. ايوه الاوكسجينيو تحفه. وعملنا فيلر نضاره، حاجه بسيطه جدا، حقنه فيلر واحده بنحقنها بتقنيه معينه في اماكن معينه، تعمل لي كونتور، تعمل لي نضاره، تحفز كولاجين، وتحسن تحت العين كمان. بكميه قليله جدا، موضوع ولا اي فيك ولا اي شكل بيتغير، بس بالعكس شكلها بقى فيه نضاره اكتر.